وصباح حسن الظن بالله، وصباح كل حاجة حلوة، صباح البركة، وصباح الخير، وصباح راحة البال، وصباح صلاة التراويح، وصباح رمضان، وصباح السحور، وصباح الفول، وصباح بتاع فرن العيش، وصباح بتاع الطعمية اللي بتدق، وصباح العرقسوس، وصباح التمر هندي، وصباح كل حاجة حلوة في الدنيا. صباح يوم جديد، وصباح وبداية شهر جديد، شهر كريم بيطل علينا ببهجة، بيطل علينا براحة بال، بيطل علينا بسلام داخلي وسلام نفسي غريب. بداية شهر جديد بنتمنى من ربنا ان هو يكون حنين قوي علينا، وحنين بزيادة قوي. احنا عارفين ان ربنا حنين قوي علينا، بس احنا عايزينه يكون حنين قوي بزيادة، ان بإذن الله بيوته تتفتح من تاني، وبإذن الله صلاة التراويح تملى الأجواء بتاعت البلد كلها إن شاء الله بإذن الله. إن هو يدخل السكينة، ويدخل الهدوء، ويدخل السلام النفسي، ويدخل زي ما بنقول كده سلام، سلام داخلي كده بيبقى جوه الواحد في الشهر المبارك ده. مش عارفة أجيبها لكم إزاي، بس بيبقى فيه جو كده وطقوس وشعائر وحاجات كده غريبة في فشوش البني ادمين، حاجه غريبه احنا بنشوفها ببدايه الشهر دوت. بنشوف ان كل واحد متسامح، بنشوف ان كل واحد بيحاول على قد ما يقدر ان هو يراضي اللي قدامه، ان هو يجبر بخاطر اللي قدامه. شهر كريم ان شاء الله، وربنا يجعله كريم عليكم. شهر رمضان باذن الله يكون السنه دي يكون مختلف، مش مختلف بس عشان موضوع الحظر وموضوع الوباء وموضوع البلاء اللي احنا فيه، بس بالعكس انا متاكده ومليون المية ان الشهر ده بالنسبه لكم وبالنسبه لي وبالنسبه للعالم كله هيبقى شهر مختلف. بالنسبه لايه هيكون شهر مختلف؟ ان البيوت كلها هتتملي بالصلاه، ان كل اللي ما كانش عامل ركن صلاه في بيته هيبقى عامل ركن صلاه في بيته، ان كله هيبقى متوحد في وقت واحد هو في البيت. يعني كنا بنبقى عارفين ان وقت المغرب ما بنلاقيش اي حد في الشارع، خلاص المغرب قربت التقدم كله في البيت عشان وقت الفطار. ده كمان هيبقى ان بعد الفطار مفيش نزول ومش هنلاقي حد في الشارع، فهتلاقوا كله في البيت. شعائر وصلاة، ترابط أسري، لمة وفرحة وونس، كل دوت هيبقى في بيوتنا السنة دي في رمضان. ما نبقاش شايفينه من الجانب السيء ونقول لا هنبقى محبوسين في البيت ومفيش روح ومش حاسين برمضان. بإيدك انت تحسي وتحسسي اللي حواليكي بأجواء رمضان، وبإيدك ان انت تنكدي على نفسك وتنكدي على اللي في البيت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت هتقومي الصبح تعيشي أجواء رمضان عادي، حاجتك عندك في البيت، بتبدأي تعملي شغل بيتك، بتبدأي تعملي الفطار، ولادك نايمين، جوزك نايم، هيبدأوا مثلا يبدأوا يقوموا يساعدوكي في حاجة، يعملوا حاجة، تبدأي تصحيهم، قوموا صلوا الظهر، قوموا صلوا الضحى، قوموا صلوا العصر، واشتغلوا معايا. الصيام مش نوم وبس، دي كلمه امي ربنا يديها الصحه وبعيد عليها وبعيد على كل حبايبنا يا رب يديهم الصحه وكل سنه وهم بالف خير. قوموا اصحوا، قوموا صلوا. الصيام ما ينفعش ان انتوا تبقوا طول النهار نايمين، ده ما يعتبرش صيام وربنا مش هيحسبه لكم صيام، لازم تقوموا وتصحصحوا كده. املوا البيت حركه، املوا البيت صوت، املوا البيت ضحك، املوا البيت ضحك. البيوت اللي بيبقى فيها ضحك وفيها صوت وفيها حركة أحسن من البيوت اللي بيبقى فيها اكتئاب وفيها نكد وفيها سكوت. خلوا رمضان السنة دي يكون مختلف، بس مختلف للأحلى، مختلف للأحسن، مختلف بتفاؤل وراحة بال وحسن ظن بالله كريم قوي إن هو هيعوضنا بإذن الله عوض خير. النهاردة بداية حلقاتنا في رمضان إن شاء الله، عاملين أكلات خفيفة علشان النهاردة مثلا كده خلاص بقى بنحضر عشان بكرة أكلات تقيلة. أمهات مصر كلها النهاردة ماشية بالمبدأ ده، هنعمل النهاردة كده حاجة خفيفة ما تاخدش مننا وقت في المطبخ عشان بنجهز الإفطار بكرة إن شاء الله. يعيد عليكم كل الأيام بخير وصحة وسعادة. قبل ما نبدأ في حلقتنا عايزة أعيد على ناس كتير، أولهم أمي ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك لي فيها، ويا رب يديمها دايما في حياتي وتفضل منورة حياتي. كل سنة وانت طيبة يا أمي، يا رب ويديك الصحة ويبارك في عمرك عشان تبقي عارفة إن رمضان والدنيا كلها وحياتنا كلها ما تنفعش من غيرك، فربنا يديك الصحة ويبارك لنا فيك يا رب. عايزة أصبح على حبايبي كتير أنا مقصرة معاهم، ماما بشرى وماما مريم وناس كتير كتير كتير، ومدام نادية حقكم علينا مقصرة معاكم، بس إحنا مشغولين كتير. كل سنة وانتم طيبين وبألف صحة وسعادة. عايزة أصبح وأهني إخواتي وحبايبي وصحابي كلهم بالشهر الكريم ان شاء الله، يعيدوا عليكم بكل خير. طيب تعالوا بقى نخش مطبخنا النهارده كده. زي ما انتم شايفين اجواءنا الحلوه
وجو رمضاني رمضاني، احنا حاسين برمضان معاكم بالظبط زي ما انتم ما بتحسوا بيه بالظبط. طيب هنبدا ايه النهارده؟ هنبدا باول وصفه، هنعمل صنف خفيف كده من المكرونه، عاملينها بالبشاميل بس الحشوه بتاعتها، ولا لحمه ولا فراخ. عاملين ايه؟ عاملين النهارده مكرونه اسباجيتي بالبشاميل، مستخدمين فيها مكرونه الساعه، وهنجربها مع بعض وهنسلقها مع بعض ونشوف بتاخد قد ايه في التسويه، وبنشوف كمان تسويتها هتبقى عامله ازاي، وهنشوف الصنف الخفيف اللي احنا هنعمله النهارده هيبقى بيتكون من ايه. طيب ده اول صنف معانا، تعالوا نعمله مع بعض كده وبعد كده نشوف الاصناف التانيه معانا ايه. قبل ما نبدا كده في شغلنا عايزه اطلع اللي في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام بالنسبه لي كده، بسم الله. هعرفكم طبعا هو ايه لما يجي وقته. حاجه كده مختلفه، رمضان بيبقى عايز حاجات حلوه كتير وعايز حاجات مختلفه، ما تبقاش اللي هي تقليديه. التقليدي بتاعنا بيبقى عباره عن البسبوسه والكنافه ورموش الست والحلويات الشرقيه، لكن بنبقى حابين برضو ان احنا نجرب حاجات مختلفه معانا. طب هنسيبه يبرد كده على ما نشوف وصفه المكرونه بتاعتنا هنعملها ازاي. عايزه قبل ما نبدا الوصفات بتاعتنا، قبل ما نبدا صنف المكرونه بتاعنا اللي هنستخدم فيه مكرونه الساعه، صنف جديد نزل السوق، حلو مش وحش، لونه حلو ومكوناته كمان طبيعيه جدا، مكوناته سهله وبسيطه قوي وما فيهاش اي مواد حافظه. ده بالنسبه لانتاج المكرونه نفسه، طريقتها سهله وبسيطه زي اي مكرونه، بس اللي انا لاحظته ان انا لما جيت اسلقها خدت وقت اقل كمان من اي سلق مكرونه عاديه، خدت وقت اقل من اي سلق مكرونه عاديه. الميه بتاعتنا بتغلي، هنحط لها ملح وزيت ونشوف هتتسلق في قد ايه، هنظبط التوقيت معانا ونشوف هتتسلق في قد ايه. ادي ملح وادي شويه زيت، نسيب الميه تغلي، ولازم تكون بتغلي علشان ما تنشيش معانا في الميه وهي لسه ما غليتش. طيب على المكرونه ما تغلي معانا، الميه تغلي ونبدا نسلقها مع بعض، مش هتاخد وقت كتير علشان كده انا قلت هسلقها في العلي معاكم، وطبعا انا سالقه منها قبل الهوا علشان ما نبدا نعمل الوصفه بتاعتنا. طيب محتاجه ايه في وصفه الاسباجيتي بالبشاميل؟ كيسين مكرونه اسباجيتي الساعه تكون مسلوقه طبعا، ثلاث ارباع سلقه، زد من ثلاث ارباع بحاجات بسيطه، وثلاث بيضات، بيض مع المكرونه. استنى كده ونجرب الحاجه ونتفرج عليها ونشوفها وبعد كده نحكم. ادي المكرونه وادي الثلاث بيضات اهي بالشكل ده كده. طيب البشاميل هنحتاج له ايه؟ لتر ونص حليب، اربع معالق كبار من الدقيق، اربع معالق كبار من النشا، اربع معالق كبار زبده، ومعانا زيت، ملح وفلفل اسود، مش محتاجه ازيد من كده. طيب نيجي للحشوه بتاعتنا، قلنا ولا عايزين فراخ ولا عايزين لحمه علشان بكره ان شاء الله نبدا نشوف هنعمل ايه في اول يوم رمضان. طيب معايا ايه؟ معايا ايه في المقادير او الحشوه بتاعتنا؟ معايا بسطرمه، مش شرط يعني مش شرط تلتزموا بالمقدار اللي انا كاتباه، اللي موجود عندكم في الثلاجه اعملوه. عندي بسطرمه، عندي زيتون اخضر شرايح او احمر او اسود، عندي جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر مبشوره، وكمان ثلاث بيضات، بيض مع المكرونه وبيض مع الحشوه اهو. ازاي دوت؟ تعالوا نشوف مع بعض. قبل ما ابدا في اي حاجه وقبل ما اجمع المكرونه بتاعتنا هبدا اعمل البشاميل. عندي حل على النار هسيبها تسخن، ودي افضل طريقه عشان تسرع معايا عمليه البشاميل وتطلع معايا بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. المضرب الاسود فين؟ عندي كده ادام الحله معايا سخنه، او الصينيه او الطاسه اللي انا هعمل فيها ادام سخنت على النار، ما ينفعش ابدا احط الزبده الاول. ليه ما ينفعش احط الزبده الاول؟ لان لو حطيتها الاول هتحرقها لي السخونيه بتاعت الحله او الطاسه، فببدا ان انا انزل الزيت الاول ياخد السخونيه وابدا انزل الزبده علشان تبدا ان هي تسيح معانا. بسم الله. ونصبح على ناهد ونقول لها صباح الفل يا ناهد. الفل حبيبه قلبي، صباح الهنا، صباح الجمال على عيون حضرتك، كل سنه وانت طيبه وانت بألف صحه وسعاده، يا رب ما تحرمش منك ابدا. عامله ايه يا قمر؟ كل سنه وانت بخير حبيبتي، الله يسعد قلبك، تسلمي لي. كل حاجتك جميله وكل الجميله يا رب. الله يبارك في عمرك يا رب، ده بس من ذوق حضرتك، تسلمي لي. بصي حبيبتي انا مش عايزه حاجه ومش محتاجه من حد حاجه، بس عايزه استشيرك في حاجه، اديني رقمك بس انا مش محتاجه حاجه يعني. يا حبيبتي ويعني ربنا يديكي من نعيمه ويزيدك يا رب. بصي خدي رقمي من ايه وكلميني بعد الهوا. عينيا الاثنين. كل اللي كانوا بيتصلوا بيا وبيلاقوا رقمي مقفول كان في مشكله في الشريحه، حقكم عليا، بس ان شاء الله من اول النهارده باذن الله هتلاقوا التليفون اتظبط وهتلاقوا التليفون اتفتح، وباذن الله ربنا يقدرنا يا رب واكون في خدمتكم دايما. بصوا عملت ايه؟ حطيت الزيت الاول عشان الطاسه بتاعتنا سخنه او الحله سخنه، ورحت نازله بالزبده علشان ما تتحرقش. نزلت بالدقيق، ولازم المقدار بتاع الدهون او المواد الدهنيه يكون ازيد من النشويات. هعمل ايه؟ عندي هنا النشا هروح منزلاه في الحليب،
مدام ناهد تليفونها فصل، حاولي تكلمينا تاني وخدي رقمي من آية. بصوا كده المواد الدهنية تكون اكتر من الدقيق والنشا علشان تكون واخده براحه، ما تبقاش ان هي ناشفه معايا. هعمل ايه دلوقتي؟ معانا مين؟ ونصبح على داليا كده واحنا بنقلب النشا مع الحليب، ندوبها بره قبل ما نحطها مع الدقيق عشان ما تكلكعش. صباح الفل يا داليا. صباح الهنا يا مدام نون. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويس. يا رب تكوني بخير دايما، كل سنه وانت طيبه وبالف خير. انت عامله ايه واخبارك ايه؟ حبيبتي انا بخير طول ما انتوا بخير. الحمد لله. اسلمي لي يا رب. انت طيب. حبيبتي الله يسعدك. اموريني. ماما والله بتحبك وبتحب تتفرج عليكي قوي. حبيبتي ربنا يبارك لك فيها يا رب ويخليها لك ودايما منوره حياتك. فصلت داليا. حاولي تكلميني تاني يا داليا. بص انا كنت بكلم داليا وكنت بعمل ايه؟ قلبت النشا في الحليب علشان ما ينفعش ان انا احط النشا مع الدقيق. ليه؟ ما ينفعش ان هي تدخل مع الدقيق على السخونيه بتاعت الزبده والزيت، علشان لو عملت كده هلاقيها كتلت وكلكعت معايا وقفشت. بعد كده مش هلاقي ان انا هتبدا تقفش مع الدقيق، وابدا ان انا اجي ادوبها هلاقيها مش راضيه ان هي تفك معايا، يعني هتاخد وقت وانا مش عايزاكم تعملوا حاجه زي كده. انا بحاول اسهل الدنيا عليكم وربنا يسهلها علينا يا رب. فعلشان كده دوبت النشا مع الحليب ورحت نازله الحليب بتاعنا سائع، وزي ما قلت لكم سائع سخن دافي زي ما انتم عايزين. اهم حاجه حتى لو الحليب سخن، حد هيقول لي مثلا دلوقتي نونا لو الحليب سخن هدوب فيه النشا ازاي؟ عندك حق لما تقولي حاجه زي كده. لما يكون الحليب سخن وعايزه تدوبي النشا، كوبايه ميه بره دوبي فيها النشا وبعدين كده ضيفيها على الحليب او ضيفيها على الدقيق على طول. اهم حاجه النشا تتدوب في حاجه بارده مش سخنه، اللي هي الميه من الحنفيه مثلا، او الحليب يكون بارد وبعد كده حطيه عادي. لكن لو الحليب بتاعنا ساقع ومطلعينه من الثلاجه هندوب فيه النشا عادي جدا. طيب عملت كده، ادي الملح، عايزه تحطي مكعبات مرقه ماشي، مش عايزه يبقى بلاش ملح وفلفل اسود، مش عايزه اكتر من كده. كده البشاميل بتاعنا خلص والميه بتاعت المكرونه غليت على النار، تعالوا نحطها عشان تتسلق. وكل شويه نقلب البشاميل بتاعنا علشان ما يكتلش. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه حالا والله. بصوا كده المكرونه معانا على النار، الميه على النار، حطينا فيها ايه؟ حطينا فيها ملح وزيت، تمام كده. وهبدا ان انا حابه ان انت تسلقي المكرونه سليمه زي ما هي يبقى هتحطي الكيس على طول، حابه ان انت تكسريها زي اي ست مصريه اهو هنعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بالشكل ده. بالشكل ده كده، واول ما تنزل الميه بشوكه على طول ونبدا ان احنا نقلبها تقليبتين كده. يا رب اللهم امين. بصوا كده اديناها تقليبتين وبعد كده نسيبها 5 دقايق كده ونقلبها تاني. خلوا بالكم ان مكرونه الساعه ما بتاخدش وقت تسويه زي اي مكرونه، يعني نخلي عينينا عليها، ومجرد ما سقطنا المكرونه ما نغطيهاش. مجرد ما سقطنا المكرونه في الميه السخنه ما نغطيهاش علشان ما تتكتمش ونلاقيها طلعت النشا اللي فيها وبدات ان هي تكتل معانا وتعجن. حطيناها الميه بتاعتها رايقه خالص، لونها ما غيرش، وهوريكم لما اجي اصفيها هيبقى شكل الميه بتاعتها عامله ازاي. بالشكل ده كده، ولا ادام حاطين فيها حبه زيت، واول ما نزلت الميه السخنه قلبنا على طول عشان تفكك من بعضها تطلع معانا زي الفل. صباح الفل يا ام اسراء. صباح النور يا مشكور. صباح الهنا والجمال عليكي يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. يا رب تكوني بخير دايما وانت طيبه وبالف صحه وسعاده يا رب. تسلمي لي. معلش كنت عايزه اطلب منك طلبات. عينيا الاثنين، 10 طلبات مش طلب واحد، اموريني. كنت عايزه اعرف لو فايد منه صوص شوكولاته احتفظ بيه ازاي؟ بتحطيه في كيس ثلاجه وتحطيه في الثلاجه عادي جدا، او بتحطيه في ازازه والازازه تكون ناشفه ما فيهاش ميه وتكون بغطا وتقفليها وتشيليها في الثلاجه عادي جدا. طلعتيه لقيتيه ماسك معاكي بتحطيه بتسيحيه على بخار ميه، او لو عندك ميكرويف بتحطيه دقيقه واحده بس في الميكرويف. سهل جدا وبسيط، احفظيه بس في الثلاجه يطلع معاكي زي الفل. نورتيني يا ام اسراء وكل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. ليكي طلبات ثانيه؟ ليكي طلبات ثانيه يا ام اسراء؟ فصلت. نورتيني يا حبيبتي باتصال. البشاميل اللي احنا ماشيين معانا تمام، المكرونه بتاعتنا على النار بالشكل ده كده. بص المكرونه انا سقطتها، المفروض ان احنا بنشوف مثلا لو اتغير اللون بتاعها او حاجه او طلعت نشا، بنعرف ازاي ان المكرونه منشيه كتير او فيها نشا كتير من لون
من لون الميه نفسه، من لون الميه نفسه. بصوا كده انا عايزه اطلع لكم الميه تشوفوها. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نوريهم لون الميه علشان نعرف اذا كانت المكرونه دي فيها نشا كتير ولا لا، بيبان من لون الميه. بصوا كده، بصوا الميه شفافه ازاي، معنى كده ان المكرونه اللي احنا بنستخدمها ما فيهاش نشا كتير. دي لو فيها نشا كتير كان زمان الميه دي بقت عامله زي اكنها مدوبين فيها دقيق. بصوا كده شفافه ازاي، ما شاء الله عليها. طيب قلت التسويه بتاعتها بتاخد قد ايه؟ بتاخد اقل من المكرونه العاديه، وطلع اهي معانا زي الفل ما شاء الله عليها. طيب نصبح على مين يا ايه؟ ونصبح على داليا، نقول لها صباح الفل يا داليا. صباح النور. صباح الهنا والجمال عليكي، عامله ايه؟ الو، عامله ايه؟ صباح الهنا. الحمد لله كويس، يا رب تكوني بخير دايما. انا بقالي كام يوم والله بقالي كام يوم بتصل بيكي والله ما بتردش عليا. حقك عليا، ممكن يكون ضغط تليفونات، اسفه جدا ليكي، حقك عليا. بقول لك انا كنت عايز اعرف طريقه ورق العنب تخزينه. تخزينه حاضر، عينيا الاثنين اقول لك حالا. قفلت عينيا الاثنين يا داليا. تخزين ورق العنب هقوله لك حالا. حاضر، بصوا كده معايا عملنا ايه. المكرونه بتاعتنا اهي، دي طبعا انا سلقاها من نفس النوع اللي احنا مستخدمينه اللي هو الساعه. بصوا ما شاء الله عليها عامله ازاي. واول ما طلعت يا دوب عملت ايه، رحت ماسكاها مدخلاها تحت الحنفيه، يا دوب بس مشيت عليها الميه كده. ليه؟ علشان اهبط السخونيه بتاعتها. لو انا سبتها وعملت مثلا حطيت حبه زيت وسبتها ما خدتش اللقطه بتاعت الميه دي، السخونيه بتاعت السليق بتاعت المكرونه هتفضل تسوي لي المكرونه. هاجي بعد كده اقلبها، لو انا بقلبها في صلصه، لو بعملها بشاميل او بعملها في صوص ابيض او كده، هلاقيها مستويه زياده. وارجع افكر مع نفسي كده ازاي مستويه بالشكل ده، معلق فين؟ ازاي مستويه بالشكل دوت وانا كنت مطلعاها ثلاث ارباع سوا؟ بتوصل لكده لما بتسيبيها من غير ما تديها لقطه الميه اللي تحت الحنفيه. ما بقولش اشطفيها لا، يا دوب بس كده شويه ميه صغيرين تهدي السخونيه بتاعتها. هي ماشيه معانا زي الفل الحمد لله. طيب البشاميل برده نفس النظام، بعد ما اديتها لقطه الميه دي بروح مدياها معلقتين زيت واقلبها واركنها على جنب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طيب دلوقتي اهي تمام كده، انا عايزه بقى اجمع صينيه المكرونه بتاعتي. عندي ايه؟ عندي ثلاث بيضات، سنه بسيطه خالص من الملح، وما كترش ليه؟ لان انا عندي حشوه بسطرمه مش عايزاها تكون حادقه معايا. وادي سنه فلفل اسود، واربهم كويس قوي واروح حطاهم على المكرونه. واجيب الطاجن البايركس بتاعنا ادهنه زيت او ادهنه زبده على حسب ما انت عايزه. مش هحط في الارضيه بتاعته بشاميل، البشاميل على الوش بس وفي النص. طب ايه اللي هيسوي المكرونه ويمسكها في بعضها؟ البيض اللي احنا حاطينه في بعضه دوت، هتشوفوا دلوقتي هيحصل ايه. ومش عامله منها نسخه علشان تشوفوا كله معي. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما اقلبها عايزه البشاميل بدا ان هو يتقل معايا وماشي خليط كريمي ولا لزق مني ولا اي حاجه. ليه؟ علشان الدقيق واخد براحه في المواد الدهنيه اللي احنا حطيناها. بصوا كده بقلب كده المكرونه مع البيض، واجيب الطاجن البايركس بتاعنا ندهنه زيت، ونكلم جيرمن ونقول لها صباح الفل. الو الو جيرمن، قفلت. طيب حاولي تكلمينا تاني يا حبيبتي، نورتيني. بصوا كده ادي الطاجن البايركس اللي احنا هنستخدمه، حبة زيت. عايزه اقول لكم المكرونه لازم بقى تتصفى، هوريكم شكلها دلوقتي عامل ازاي. بصوا كده بصوا كده معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا لونها راح عامله كده، تمام كده راح عامله كده. هعمل ايه؟ هصفي على طول؟ لا مش هصفي على طول، هي فاضل لها تكه بسيطه. انا هروح شايله من على النار كده واروح سايبها كده وهي جوه الميه السخنه. هي جوه الميه السخنه عشان انا عايزه تسويه التكه الاخيره ديت من الميه السخنه نفسها، ما تبقاش وهي محطوطه على النار. ودقيقه بالظبط او دقيقتين بالظبط وهبدا ان انا اصفيها بالمصفى بتاعتها. طيب نبدا ان احنا نجمع الطاجن بتاعنا. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 200. عينيا الاثنين حاضر، ونصبح على ام عمر ونقول لها صباح الفل يا ام عمر. الو
ايوه مقابله يا شيف منى. ازيك يا صباح الهنا حبيبتي؟ والجمال على عيونك يا حبيبتي، عامله صباح ايه؟ طيبه، انت بألف صحه وسعاده يا حبيبتي، تسلمين. يقعد عليكي بخير يا حبيبتي. عليك انا ماما طمن كلمتك قبل كده، ازاي ماما حبيبتي، عامله ايه؟ نورتيني، كل سنه وانت طيبه، ويقعد عليكي كل الايام بخير يا رب. كنت هو انت طيبه، انت بألف صحه وسعاده يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا. جربت كل اكلاتك جميله جميله، وانت جميله، وربنا يديك الصحه اللي يخليك لينا يا حبيبتي. يا تسلم رب. ايدك يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا، الله يعزك يا رب، تسلميلي. اموريني يا حبيبتي بقى، عايز بس ممكن اعير على اولادي؟ اه طبعا اتفضلي. يا سلام، عبد الرحمن وعمر ونارمان وحفيدتي ميار، كل سنه وهم طيبين وبالف خير يا طيبة رب، يا ويفضلوا حبيبتي دايما منورين حياتك، خليكي ليهم يا رب. نورتيني يا ام عمر باتصالك. بصوا كده بعمل ايه، حطيت دهنت القالب بتاعنا زيت او زبد زي ما انتوا عايزين، وبعد كده رحت مقلبه البيض مع رشه فلفل اسود، لكن ما حطيتش ملح. ليه؟ لان انا عندي في الحشوه اللي هحطها بسطرمه بالشكل ده كده، واروح حاطه نص كميه الجبنه بس، سواء الموتزاريلا او الشيدر في النص، ونصبح على اسماء ونقول لها صباح الفل يا اسماء. الو، فصلت اسماء، حاولي تكلمينا تاني يا سمسم. بصوا كده اهي، دي الحشوه بتاعتنا بالشكل ده، قلبناها مع البيض علشان لما تتحط في نص المكرونه تبقى متماسكه كويس، او لما اجي اقطع قطعه المكرونه تبقى كلها ماسكه مع بعضها بالشكل ده كده. طبعا المكرونه البيض اللي فيها برضه هيخليها تمسك مع بعضها، واروح عامله كده. البشاميل عندي ماشي تمام وزي الفل. اشيل حوالينا وارجع احط البشاميل، وارجع اوريكم المكرونه لما نصفيها هتبقى عامله ازاي. بسم الله. بصوا كده البشاميل، انا شغاله وفي نفس الوقت سبته على النار، وكل شويه بديله تقليبه، بس في نفس الوقت متاكده ان هو ولا هيكلكع ولا يجرى له اي حاجه. بصوا، خليط كريمي في منتهى الجمال. طيب تعالوا كده نمسك بقى الكبشة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نجيب مكرونتنا كده واوريكم لما نيجي نصفيها. وادي البشاميل تمام وزي الفل. تصدقي ايه بتقولي الاول مرة تبقي عاملة حاجة مش حراقة، والله هحط لكم فيها فلفل دلوقتي، من راعي الصيام بقى. بصوا كده، بصوا الخليط بتاع البشاميل عامل ازاي، لونه فاتح، حاطين له فلفل اسود وحاطين له ملح، بس لونه فاتح اهو. ليه؟ علشان النشا اللي احنا حطيناها. نفس البشاميل اللي بيتجاب من بره، لما بتيجوا تجيبوا مثلا طواجن مكرونه من بره، نفس البشاميل بتاعهم، خفيف، او مش هنقول خفيف، متوسط السمك، بس كريمي في منتهى الجميل. ونصبح على ام محمد ونقول لها صباح الهنا. صباح الخير يا نور، صباح ازاي؟ الجمال على عيون حضرتك، عامله ايه؟ سلام طيبه يا نور، الف صحه وسعاده يا حبيبتي، ما تحرمش منك، ويعيد عليكي كل ايام حبيبتي، بخير خليك حبايبك يا رب، حبيبتي الله يبارك حبايبي. يا رب اللهم امين، ويسعد قلبك يا رب اللهم امين. يا نور انا اتصلت بيكي من اسبوع يا نور، من اسبوع على تليفوني ولا من اسبوع هنا على القناه؟ مش عارفه اجيب علاج يا نور، وعليا دين 7000 جنيه يا نور. عينيا الاثنين، حاضر، سيبي لي بس طب تليفونك مع ايه وانا اتصل انا بيكي. ورمضان كريم وشهر خير ان شاء الله، وربنا يا رب يعني باذن الله يفك كل كرب كل محتاج يا رب. بصوا كده، حطينا موتزاريلا وحطينا شيدر، يبقى كميه الجبنه اللي احنا حاطينها هنحط نصها في النص مع الحشوه، والنص التاني على الوش بالشكل ده كده. حبه زيتون، عايزهم بس عشان يدوا شكل مختلف كده، ممكن نحط بقى معاهم شريحة فلفل احمر زي ما انتوا عايزين بالشكل ده كده. بقى عندنا الطاجن تمام وزي الفل، كل حاجه مستويه فيه، عايزه بس الجبن هي اللي تسيح والبيض اللي جوه يستوي. الفرن عندي شغال على درجه حراره كام يا نونا؟ شغال على درجه حراره 200. هنحط طاجن المكرونه ونصفي مكرونتنا، واحنا بنصبح على ام يوسف وبقول لها صباح الفل يا ام يوسف. الو، صباح الفل عليكي، صباح الهنا يا ام يوسف، عامله ايه؟ أنا سيف نونة. صباح الفل والجمال على عيونك، عاملة إيه؟
الحمد لله، كل سنة وانت طيبة. وانت بألف صحة وسعادة يا حبيبتي، يا رب علينا وعليك الخير وصحة وعافية يا رب، المسلمين كلها ان شاء الله. عليكي وعلينا وعلى كل حبايبك وعلى الأمة كلها يا رب، اللهم امين. تسلمي لي يا حبيبتي. بقول لك يا شيخ لولا، كنت عايزة تتبيلة للفراخ احطها في الفرن على طول من غير سلق من غير اي خضار معاها كده. عينيا الاثنين. تتبيلة شوي يعني؟ ايه؟ تتبيلة شوي ولا تتبيلة صينية؟ اي حاجة. لو تتبيلة شوي هنزل لك تتبيلة شوي حالا اول ما نرجع من الفاصل. طب ولو تطبيلة صينية يعني يكون حاجة معاها يعني؟ لا تطبيلة صينية لا، ممكن يبقى بصل بس، بصل وثوم وتوابل. اه دي اللي انا عايزاها. اه عينيا الاثنين هقولها لك اول ما نرجع من الفاصل، واقول كمان تفريز ورق العنب لحبيبتنا اللي طلبته. عينيا الاثنين نورتيني. بصوا كده هنا ولا هنا؟ بصوا بصوا الشوايه اللي انا حطيتها فيها. انا دلوقتي لازم اعمل ايه؟ ادام شلتها من الميه السخنه هتبدا ان هي السخونيه اللي لسه فيها بتسوي، فانا مش عايزه ان هي تستوي زياده، فاروح عامله ايه على الحوض كده. بصوا بصوا الميه، انا مش هحط مش هصطف، لا بصوا اهي يا دوب شويه الميه بس اهو، مشيتهم فوق الوش اهو. تعالوا بقى كده اوريكم شكلها. عينيا الاثنين بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا عامله ازاي، بصوا حلوه مكرونه الساعه، ايه رايكم بقى؟ بصوا عامله ازاي، ما خدتش وقت على النار خالص، وفي نفس الوقت اوريكم شكلها يكون عامل ازاي، وسلقاها قدامكم اهي على، تعالى كده بس نجيبها ننضف حوالينا كده. بصوا بقى عامله ازاي، بصوا في منتهى الجمال. للاسف لا، ده انا ما دلقتش الميه. طب والله لسه كنت اقول لكم للاسف انا دلقت الميه بتاعتها. بصوا باينه معاك كده يا حمدي، بصوا شفافه ازاي، يعني اللون دوت لون الزيت اللي احنا كنا حاطينه والملح، لكن هي ما فيهاش ولا نشا ولا فيها نشت معانا ولا الكلام ده كله خالص، ما فيش اكنك ايه مدوبه شويه دقيق مش منشيه. فالميه ادام بيضه معانا كده وشفافه وصافيه، تعرفوا ان المكرونه دي في منتهى الجمال. تعالوا بقى نطلع فاصل. حطينا مكرونه الساعه في الفرن، لان المكرونه الاسباجيتي بحشوه البسطرمه والجبن والزيتون، ولما تطلع نشوف شكلها عامل ازاي. درجه الحراره 200 فوق وتحت، فوق وتحت، علشان التسويه بتاعت البيض او البيض اللي انا حاطاه في المكرونه يبدا ان هو يستوي، يمسك لي قطع المكرونه مع بعضها، بشاميل اللي فوق الجبن بتاعته تسيح وتطلع معانا زي الفل. نسيبها تهدى ونقطع منها ونشوف شكلها هيكون عامل ازاي. نطلع فاصل ونرجع نشوف النهارده عندنا ايه، صنفين كمان والاثنين ان شاء الله احلى من بعض وهينفعونا في رمضان جدا. كل سنه وانتم طيبين وبالف خير يا رب. نطلع فاصل ونرجع نكمل وصفاتنا، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم.